تحياتي للمتتبعين الموقع اشواق. بالنسبه للتنظيم المغربي لنهائيات كاس افريقيا 2025، بالنسبه لي انا جاء عن جداره واستحقاق، انه كي تنعرفوا الحمد لله بلادنا بعد المنشات وبعد هادشي اللي دار في المغرب في هاد السنين الاخيره، لا من طرق لا من تي جي في الحمد لله، لا من ملاعب اللي كيتصاوبوا، لا من لي زوتيل اللي عندنا في جميع المدن الحمد لله المغربيه. المغرب انا كنعتقد انه كسب الرهان انه ينظم كاس افريقيا 2025، واللي كنقول انا غادي تكون الاحسن عبر التاريخ، لانه كنعرفوا انه مع الانجازات الحمد لله الفريق الوطني عطى واحد الديمونسيون كبيره للكره المغربيه، الشيء اللي جعل انه القائمين على الكاف انه يصوتوا باجماع على المغرب. كنعرفوا انه الحمد لله انه الملف المغربي جاب 22 صوت مقابل الاصفار لبعض الدول. هذا ماشي محاباه للمغرب، وانما عن كي قلنا عن جداره واستحقاق. الحمد لله المغرب استطاع انه ينظم محافل دوليه في جميع المجالات. بالنسبه لكاس افريقيا 2025 كنعتقد انه ان شاء الله المغرب غادي يكسب الرهان، وغادي يكون ان شاء الله كاس افريقيا هي الاحسن في التاريخ ان شاء الله. وبالنسبه للرهان الاكبر اللي كان الحمد لله ونشكره انه تحققنا هذا الحلم ديال تنظيم مشترك مع الاخوان الاسبان والبرتغال، انه غادي نظموا كاس العالم اللي كان حلم المغاربه من سنه 1994. كنعرفوا انه هذه المره السادسه، وماشي سهله انه المره السادسه انك تكون ملح انك بغيتي تنظم، وكتجي الفرصه ان شاء الله ديال 2030 اللي حتى هي كانت من الفيفا بالاجماع انه الدول جميع الدول انه كانوا بالاجماع انه الملف الثلاثي المغربي الاسباني البرتغالي انه غينضم، نظرا كي قلنا لانه كان ملف اللي قوي بالمنشات ديالو بجميع المسائل اللي كتحيط بالتنظيم. كي قلنا كي تحدثنا على كاس افريقيا نفس الشيء كاس العالم، غادي نعرفوا انه غادي يكونوا الحمد لله كاس العالم غادي يعود بالنفع الكبير على المغرب، غادي يكونوا ان شاء الله طرقات جداد ان شاء الله لو تي جي في اللي غادي يمشي حتى الاكادير، ولا يقدر يمشي حتى لابعد نقطه. الحمد لله انه بلادنا مع كاس العالم غادي تستافد ان شاء الله بشكل كبير، وغادي نشوفوا واحد طفره نوعيه كبيره ان شاء الله في جميع المنشات، لا الرياضيه ولا اللوجستيكيه ولا جميع المنشات، غادي تكون واحد طفره كبيره ان شاء الله في بلادنا. وهذا ان شاء الله عرس كروي كبير عالمي اللي غادي يستافدوا منه المغاربه جميع كي قلنا من نواحي اقتصاديا سياحيا، وهذا ان شاء الله غادي يعود بالنفع للمغاربه. نتمنى انه نكونوا ان شاء الله في المستوى الكبير، ونبينوا للعالم انه المغاربه والمغرب قادرين تم اي مناسبه ولا قادر اي تظاهره عالميه. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.